ضمن المبادرات المجتمعية للقيادة العامة للشرطة الشارقة للوقوف على ما يتمناه أبناء إمارة الشارقة. كان هذا اللقاء مع أبناء وأهالي المنطقة الشرقية للوقوف على إنجازات القيادة العامة للشرطة الشارقة وما وتطلعاتها المستقبلية بإذن الله من خلال رؤى واضحة المعالم مسقطة من قبل وزارة الداخلية، وذلك لاستشعار ما متطلبات أهالي المنطقة وما يتمنونه في خلال المرحلة القادمة من استشراف لمستقبل المنطقة من خلال مجتمع آمن سواء من ناحية المرورية وكذلك من ناحية الأمنية بإذن الله.